النهائي هي مواجهة تقليدية سابقة للمنتخبان أن لعب في كأس أمم إفريقيا. اللقاء الأول الأخير يعني ما قبل الأخير كان في 2010 وانتهى بفوز المنتخب الجزائري ب3 أهداف مقابل 2 هدف. كان آنذاك مدرب منتخب كوت ديفوار اسمه وحيد ألي لوزيتش، في حين انتهى آخر لقاء وكان ذلك في 2013 بتعادل 2-2. هدف جرادل وديع هو الأول من نوعه منذ 45 سنة في مرمى الكاميرون، ليس في كل المناسبات طبعا وإنما في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. هدف جرادل الكوت ديفوار لم يسجل في مرمى الكاميرون منذ 1970 في وجرت بينهما 7 مقابلات في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. الحدث اليوم ليس الكاميرون وليس الجزائر وإنما الحدث هو لقاء مالي بغينيا كوناكري. إذن تعادل وتساوي على طبعا عثمان، يعني هذه المسألة مهمة جدا. كنا ننتظر ربما نتوقع سحب قرعة في هذه المجموعة، حيث أن المنتخبات الأربعة كانت متساوية بعد مبارتين، نقطتان لكل من هذه المنتخبات الأربعة، والتعادل بين مالي وغينيا يعني أنهما في نفس المستوى في المرتبة الثانية بالتساوي التام في عدد النقاط، في عدد الأهداف، في المباريات المباشرة، في كل شيء. إذن سيتم سحب قرعة غدا. وفي صباحة الغد وديع، لا أريد أن أتصور كيف سيقضي لاعبو منتخب مالي أو منتخب غينيا ليلتهم وللطاقم الفني، لكن بودي أن أتصور كيف سيكون المنجمون سواء في كينيا أو في عفوا في كوناكري أو في بامون خدمة الأفراد الممثلين أو النجوم كما جرت عليه العادة، وإنما سيكونون في خدمة كرة وطنهم سواء الكرة المالية أو الكرة الغينية وديع. تماما، نعرف دور المرأة في عالم كرة القدم الإفريقية. عثمان، صحيح أننا سمعنا إلى عدد من المسؤولين في المنتخبين واللاعبين أيضا على أثر هذا التعادل بين غينيا ومالي، وتحدثوا، قالوا كما قلت أنت لن يناموا في الليلة المقبلة بانتظار سحب القرعة التي كان من المفترض أن تقام اليوم، أجلت إلى يوم غد لأنها ستقام في بانتظار عودة ممثلين عن المنتخبين اللذين لعبا اليوم في مونجومو، إذن في مدينة أخرى سيعودون غدا صباحا إلى مالابو إلى العاصمة. بكل صراحة وديع، لا أريد أن أكون في مكان الطاقم الفني المالي أو الغيني أو حتى اللاعبين أو حتى الأنصار. لو كنت مكان عيسى حياته لاتخذت، لا أدري أن يسمح له القانون، لاتخذت قرارا ارتجاليا حتى يتم الفصل بين هذين الفريقين عن طريق ضربات الترجيح. لا أدري إن كان القانون يسمح لعيسى حياته باتخاذ قرار، سنرى ذلك عثمان غدا، كان سيكون لا الآن قضي الأمر. شكرا وديع. شكرا، غدا صباحا إذن سنعرف من غينيا ومالي سيواجه غانا في الدور ربع النهائي. شكرا لعثمان طيبي مفدنا الخاصة. نعود على مباراة الأمس وفوز الجزائر. طبعا، وكيف لا نعود إلى ما حققه الجزائريون أمس، الفوز بهدفين للا شيء على السنغال وبلوغ الدور ربع النهائي. إذن سيتقاضون 50,000 ليس كذلك لين كل لاعب بعد هذا لينا المصدر الموثوق منه طبعا جدا بعد هذا الفوز والتأهل إذن إلى الدور التالي. كنا نتوقع مباراة صعبة فخذنا مباراة أصعب، كانت معركة حقيقية. الأرضية هنا أفضل أرضية موغومو حيث من الصعب القيام بالتمريرات. نحن سعداء بتأهلنا لكننا لسنا أبطالا بعد، ما زالت أمامنا مباراة صعبة أخرى.